أهلا بكم مجددا حضرات السادة المشاهدين. قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية إن تركيا تمر بأول حالة ركود لها بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام الحاكم. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم في تركيا تجاوز 4 أضعاف النسبة التي حددها البنك المركزي، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي المتباطئ والتضخم المرتفع يثيران مخاوف كبيرة لأردوغان بعد أن عانى حزبه من خسارة كبيرة في الانتخابات البلدية بالمدن الكبرى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي. أستاذ محمد أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. أهلا وسهلا نور يا فندم. مؤشرات كثيرة على تراجع وركود في الحالة الاقتصادية التركية، هل بدأ المواطن التركي بالشعور بهذه الأزمة أم أن الأزمة الآن في يعني ممرات الحكومة والوزارات الاقتصادية في تركيا؟ لا، الحقيقة طالما ان احنا بنتكلم عن ان معدل التضخم اصبح تجاوز اكثر من 4 أضعاف مستهدفات الحكومة، اذا المواطن اصبح يشعر بهذه الأزمة. الأزمة خرجت من فترة طويلة من أروقة الحكومة ومن أروقة المؤشرات الكلية إلى المواطن العادي. احنا بنتكلم عن معدل التضخم يتجاوز 4 أضعاف اللي بيستهدفه البنك المركزي التركي، بنتكلم عن أسعار الغذاء بالأخص، وهي دي اللي تهم أكثر الناس، اللي هي أسعار المواد الأساسية الغذائية بالتحديد تتجاوز نسبة التضخم فيها 25%. فبالتالي المواطن طبعا ده أثر على قدرته الشرائية، أثر على دخله الحقيقي، لأنه كلما انخفضت قيمة العملة كلما ارتفع التضخم، كلما ارتفعت أسعار السلع والخدمات. النهارده احنا بنتكلم عن كل الـ خصوصا ان تركيا دوله مستورده للطاقه، فبالتالي اسعار البنزين واسعار السولار، اسعار الغاز الطبيعي للمنازل كلها ارتفعت. كمان اسعار الكهرباء، لان الكهرباء بتشتغل بالغاز الطبيعي او بالسولار، وبالتالي اسعار الكهرباء ايضا ارتفعت. فبالتالي فاتوره المعيشه اليوميه اللي بيدفعها المواطن التركي شهريا ارتفعت جدا. في المقابل هل مستويات الدخول بترتفع بنفس درجه ارتفاع الاسعار؟ في الحقيقه لا، لانه الاقتصاد بينكمش، لانه الاعمال والانشطه والتجاره والشركات كلها في تدهور مستمر. احنا عندنا على سبيل المثال مؤشر الناتج الصناعي داخل في انكماش للشهر 9 على التوالي، مؤشر الصناعات التحويليه والاستخراجيه انكماش للشهر 16 على التوالي. معدل النمو الاقتصادي كما تفضلت حضرتك في المقدمه احنا بنتكلم في انكماش هو الاكبر منذ 10 سنوات منذ عقد. بلومبرج بتتكلم، ده مش راي بلومبرج، ده بلومبرج بتستقي معلوماتها من جهاز الاحصاء التركي. يعني دي بيانات بتصدرها الحكومة التركية وليست بيانات من جهات معادية مثلا للحكومة التركية، لا، دي بيانات حكومية تركية بتثبت صحة هذه التحليلات اللي بتقول عن انه في تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية التركية، وبالتالي هي حالة مستمرة منذ الانقلاب الفاشل في صيف 2016. الحالة دي مستمرة، بدأت ان هي كانت في المؤشرات الكلية، النهارده احنا بنتكلم ان في اخر 12 شهر بدأت توصل للمواطن التركي والحياته اليومية بتأثر بالسلب عليه بشكل كبير جدا. أستاذ محمد، على الجانب الآخر بالتأكيد هناك من ما هو موجود في الحكومة التركية والذي يرى هذا الوضع الاقتصادي، فهل هناك أي تحرك من قبل الحكومة التركية بشأن هذا التراجع الاقتصادي؟ في الحقيقة لا. المشكلة فين أستاذ حسام؟ أنه الحكومة التركية بتتبع نظريات اقتصادية هي على الورق صحيحة لكنها غير مناسبة لتركيبة الاقتصاد التركي. على سبيل المثال الرئيس التركي بيتكلم عن انه سعر الفايده لابد ان ينخفض لان الفايده المرتفعه بتغذي التضخم. على النظريات الاقتصاديه فعلا في نظريه اقتصاديه لايرفين فيشر اتكلم فعلا في القرن 19 عن انه معدل الفايده المرتفع هيغذي التضخم، لكن هل ده ينطبق على حاله تركيا؟ لا، لان الاقتصاد التركي تركيبته مختلفه تماما عن اللي اتكلمت عنه النظريه، وبالتالي لما بنيجي نقول ان السياسات الاقتصاديه خاطئه وغير حكيمه وغير مدروسه، المقصود بيها ان هي نظريات اقتصاديه اي نعم سليمه على الورق وفي الكتب، لكنها تحتاج تركيبه معينه من الاقتصادات لكي يكون التطبيق فيها ناجحا وناجعا. فبالتالي احنا عندنا دلوقتي سعر الفائده في تركيا تم تخفيضه بدلا من ان يتم تثبيته او رفعه. الصحيح هو ان يتم تثبيته او رفعه. احنا لدينا امام حاله دلوقتي في تركيا بتدخل من الرئيس التركي تم تخفيض سعر الفائده مجبرا، البنك المركزي مجبرا نفذ ذلك. هل ده هيساهم ان التضخم ينخفض؟ في الحقيقه لا، لانه خفض الفائده معناها ان العائد على الاصول التركيه ومن ضمنها الليره التركيه بدا ينخفض، وبالتالي استثمارات الاجانب في الليره التركيه هينخفض، وتركيا معتمده اعتماد شبه كامل على استثمارات الاجانب في الاصول التركيه كمصدر للنقد الاجنبي.
طيب لما النقد الاجنبي، موارد النقد الاجنبي تنخفض، العمله التركيه هتنخفض اكتر، لما العمله التركيه تنخفض اكتر التضخم هيزيد اكتر، وبالتالي هتلاقي حضرتك ان احنا في الاخر النتيجه النهائيه ان خفض الفائده عكس ما كان يحتاج الاقتصاد رفعها سيتسبب في النهايه الى ارتفاع في التضخم، وهو ده عكس اللي كان بينادي بيه او عكس ما كان يدعي الرئيس التركي، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، انه النظريه صحيحه لكنها لا تنطبق على تركيبه الاقتصاد التركي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا.